فانا عييت عييت من المسيح، خلاص كرهت. شوفوا يديا كيفاش تكلوا، لا جافي الكلالي كامل يديا، نهار كامل وانا نمسح، نهار كامل وانا نجبن. وكيما تعرفوا الدار دايما لازم لها المسيح، وكل يوم تتوسخ. خلاص انا عييت وكرهت ومليت، عييت عييت. دبري راسك ناريمة، شوفي لي حل، دبري راسك يا اختي، سلكيني والله غير عييت من السياق. واش عييتي من السياق؟ عييتي وكرهتي من لي برودوي نهار كامل وانتي تخلطي فيهم؟ يديك تكلو من هادوك لي برودوي، راكي حابه الحل؟ ما كاش مشكل، معنا ريمان كل شي سهل. راكي تشوفي في هاد البيدون هذا اللي راهو قدامك؟ ايه، وان شاء الله هاد البيدون زعما يقدر يعاوني على حساب الشوفه، ما راهوش يبانه. لا لا يا حبيبتي، هاد البيدون هذايا انا نسميه منقذي، هايل بالبزاف. على بالي يمكن تحقري هكا من لا بروميير كيما نقولوا من النظره الاولى، بصح صدقيني راح يعاونك بالبزاف. الو حبيتي تاكدي معايا نوريهولك كيفاش داير؟ شوفي الله يبارك، شوفي ما شاء الله، هذا يلي راح يسلكك ويهنيك من المسيح، وصدقيني ما راكيش رايحه تزيدي تشكي من التسياق منه والجاي. شوفي فوالا، بوح عليا بوح، الى هاد الشوشه هادي رايحه تهنيني من السياق منك. صح ناريمان، ولا راكي غير تمسخري بيا؟ خساره عليك يا اختي، دوك تشوفي مع ناريمان كل شي سهل. معليش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناريمان من قناة أيا أسيل تي في. ألوغ نتمنى إن شاء الله حباباتي تكونوا كامل بخير وبألف صحة وعافية. كان مجرد سيناريو صغير فقط باش نبين باللي صح لي فام ألجيريان بزاف راهم يعياو، ماشي غير لي فام ألجيريان، يعني راني نقصد باللي العاملات لي جون فيها توما بزاف تاع لي فام راهم يعياو بزاف سياق، وراهم يعانيو من مشكل تاع انه لازم كل يوم تسيقي. وحنا كيما نعرفو الديار تاعنا نحبوهم دائما يكونوا نقيين، وما كانش لي ما يحبش النقا، ودائما نحبو نشوفو ديارنا منقيين. و سما شغلك وتعرفوا واش راني حابه نهضر باش ما نطولش عليكم. الوغ الحل اليوم راهو معانا في هاد البيدون تاع المسيح. كنت حطيت لكم هاد البيدون هدايا في المسابقه، ان شاء الله ينال الاعجاب تاعكم، لانه صدقيني الا كان ما كسبتيش واحد من هذا راكي رايحه تراطي بزاف بزاف. الوغ انا اليوم جيتكم بهاد لاستيس هديه، لانه كنتو دومونديتو عليا باش ندير لكم هاد لا فيديو ونوريكم طريقة استعمال هذا البيدون في المسيح، وكيفاه نقدروا نستعمله، واسكو صح يهنيك ويسمى شغل ينحي عليك هذاك الهم تاع السياق. و الو قبل ما نبداو نمسحو في الارضيه تاعنا لهنا، حبيت نحكي معاكم شويه على لي برودوي اللي انا نستعملهم. فوالا كيما راكم تلاحظوا لهنا عندي امير، انا نستعمل هدايا امير، لا كولور تاعو فيولي برائحه الخزامه، يجي ما شاء الله هدايا منظف الارضيات، يعطي لها واحد الرائحه ما شاء الله، الارض تاعك تولي هايله، تريح بزاف شابه، سما الرائحه تاعها تكون بزاف شابه. بيان سور لا جافيل ما ننساوش. ولهنا عندنا اغيال اومو، فوالا انا نستعمل اغيال، وما ننساوش تاني الخل. الوغ دركا ندوزو مباشره للطريقه اللي انا نمسح بها الارضيه تاعي، بصح قبل هذا تاني حبيت نحكي معاكم على كيفاه نقدروا نستعملوا هذا البيدون هذايا. هي تري فاسيل، يعني ما كان حتى حاجه، ما كان حتى تعقيدات، عادي جدا. كيما راكم تلاحظوا عندنا هذه الشوشه كيما سمتها الاخت، فوالا عندنا هدايا وعندنا البيدون تاعو. دوك نوريكم ابي بخي قبل ما نحطوه في الماء، قبل ما نديرو اي حاجه، كيفاه يخدم باش هكذا الصوره تكون واضحه. فوالا كيما راكم تلاحظوا هذا هو لو فروتوار اللي رانا رايحين نستعملوه باش نمسحو الارضيه تاعنا. شوفوا لهنا هاوليك راهو يهبط، فوالا شوفوا، وتقدري تعاودي تطلعيه فاسيلمو. وعنده هادوما اللي يمسحو هذايا الشبشوب تاعو، انا نعيطلو الشبشوب تاعو. دوكا لهنا سي تري فاسيل كيما راكم تلاحظوا البيدون هاوليك، فوالا هاو كيفاش داير البيدون. انا لهنا حطيت شويه تاع الماء، لهنا تحطيه لازم يركب عليه، ولازم هاولي شوفوا لهنا عبزي ديريكتومون راه رايح يدور. شوفي تري فاسيل، ما عليك غير دوري هكا لهنا. واش راهو يدير؟ باسكو لهنا راهو يعصر في روحه. شفتي كيما تكوني تمسحي ومن بعد تولي تعصري حاشاك في النشاف وكلش، يا ودي مات كيما نقولوا
ما تطليش كامل يديك، اخدمي برك بهدايا. فوالا سي تري فاسيل، يعصر وحده ويدير كل حاجه وحده. الوغ ندوزو لهنا كيفاش نخلطو لي برودوي تاعنا باش نبداو نمسحو. فوالا نحطو لا جافيل تاعنا كميه قليله، نزيدو نضيفو عليها الخل. لهنا الخل رايح يعطي لمعان للارضيه تاعك ويعقمها ما شاء الله. فوالا نزيدو نضيفو كميه قليله، ومن بعد نضيفو هدايا منظف الارضيات ويعطيه رائحه ما شاء الله. ثاني نحطو كميه قليله فوالا، ونجوزو مباشره باش نبداو نوزعو الامو تاعنا على الارض. فوالا نحطو كميه قليله من الامو، ما نكتروش بزاف باش ما تجيش الارض تاعنا مزرزقه بالامو، ونوزعوها على الارضيه. فوالا، ومن بعد واش نديرو لهنا؟ البيدون هاوليك فوالا. لهنا واش نديرو؟ نحطو هذاك لو فخطوار نشمخوه باسكو ما راهوش مشمخ. فوالا نشمخوه شويه في الماء، ومن بعد نعصروه لانه يرفد كميه من الماء. شوفي كي نرفدو نحسو ثقيل. الوغ مباشره نجوز باش نعصرو. فوالا نعصرو قليلا، وكيما راكو تلاحظوا لهنا شوفوا الماء كيفاش راهو يتعصر. شوفوا انا راني نعصر والماء راهو يتعصر. فوالا كيما راكو تلاحظوا، شفتي كيفاش يا ودي يا اختي؟ خلاص تهنيتي من المسيح، ان شاء الله هدايا ما تزيديش تشكي من بعده. ومن بعد نجوزو نبداو. هي قبل هذا نسيت ما قلت لكم، شاه لازم تباليو الارضيه تاعكم فوالا. ومن بعد لهنا بحركات دائريه نحاولوا كيفاه شغل كيما راكي ديري بالبالي، نقي هكا شويه. فوالا الرائحه تاع امير والخزامه ما شاء الله. انا هكا نجوز على كامل الدار. فوالا شوفوا بحركات دائريه هاوليك. فوالا لهنا دوكا على بالي تقولوا بلي كامل نحبوا ندخلوا تحت الكنابياس تحت الفوتياس تحت الخزاين، الوغ هدايا راح يدخل فاصل مو مكان حتى مشكل. شوفوا معايا فوالا، شفتي كيفاه يدخل مكان حتى مشكل. الا لاحظتي شوفي لهنا راهو يوقف نورمال، شوفي معايا. ومن بعد كي يتعوج شوفي كيفاش يولي بلا ما يتكسر بلا ما والو، وكمليت السياق تاعك عادي جدا. الوغ انا نكمل الارضيه تاعي نرجعها الله الله ونرجع لكم. خلاص دوكا انا جوزت على الارضيه تاعي بلومو، كيما راكو تلاحظوا لهنا الماء راهو معمر بالامو، ما نقدرش نعاود نمسح الارضيه تاعي بلومو، لا لا دوكا راني حابه نشفها اي نغسلها. ايبا نبدل الماء وهكذا نكمل نمسح الامو تاعي ونجوز على هذاك الماء. لهنا عندي ملاحظه، الا كنتي كثرتي هي من الاحسن من المستحسن انه ما تكثريش بزاف الماء، باش هكا ماشي اشك فو عفوا تقعدي تعاودي في لو طرافاي. انا دوكا واش ندير؟ لومو تاعي هدايا نبدلو نرجعو بالماء ونعاود نعصر هدايا النشاف تاعي باش نحيلو هذيك الكميه الفائض من الامو، ونعاود نجوز على الارضيه تاعي كامل، ومن بعد ان شاء الله نعاود نولي لكم. فوالا بعد ما كملت مسحت الارضيه تاعي دوكا راني رايحه نعصرو من هذاك لومو. الوغ نحطو شويه في الماء باش هكذا نغسلو. نعصرو باش ما يقعدش فيه هذاك الماء بزاف. لهنا كي تعصري عصري غير بالعقل باسكو ينطش شويه تاع الماء. فوالا نعصرو ونزيد نجوزو على الارضيه تاعي. فوالا هاي ليك الارضيه تاعنا بعد ما كملناها، كيما راكو تلاحظوا ما شاء الله النقاء والرائحه ما شاء الله. ما عندي ما نقول لكم، هذا البيدون هدايا كيما قلت لكم انا نسميه منقذي، لانه صح صح ينقذني بزاف ويسهل عليا العمليه تاع السياق وما يتعبنيش خلاص خلاص. احبابي في الله نتمنى ان شاء الله تدبيره تاعنا تاع نهار اليوم تكون نات لي اعجاب تاعكم، وما تنساوش الى حبيتوا تفوزوا بواحد من هدايا
هادلو عفوا لك حبيتوا تفوزوا بواحد من هذا يا البيدون، ما عليكم الا تشاركوا في المسابقه وهكا ان شاء الله راكم رايحين تضعفوا الحظوظ تاعكم في الربح. وتاني حبيت نقول لكم الا كان عجبكم مثل هاد التدابير في قناه ايا اسيل تي في، ما عليكم الا تكتبوا لنا في لي كومونتير وان شاء الله راح نفيدكم بتدابير ام نريمان ونريمان. فوالا بعد ما شفتي النتيجه النهائيه برك قولي لنا واش رايك في هذا البيدون، واسكو صح شفتيه باللي نحي عليك الهم تاع السياق بكل صراحه. بوه عليا والله ما كنت على بالي بلي هذيك الشوشه دير هاد العجب هدايا يا اختي، ما عندي ما نقول لكم رانا في زمان العجب وشفناه. يعطيك الصحه يا نريمان، نحيت عليا الهم من غدوه قول الراجل يشري لي واحد. او يعطيك الصحه الله دريت والول. يعطيك الصحة اختي وفوالا، نتمنى ان شاء الله الاخوات الثاني تعجبهم الفكره هذه لانه فريمون صح رائع جدا. الوغ احبابي في الله انا نقول لكم بقى على خير، تهلاو في روحكم وسلام سلام.